نصبح عليكم مرة تانية، وخلينا نصبح برضو على زميلتنا لمياء حمدين ونتعرف منها على آخر أخبار الطقس في العاصمة القاهرة وفي باقي المحافظات. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك يا مصطفى، وصباح الخير عليك يا باسنت، صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. صباح الفل عليك يا لمياء، وخلينا نسألك بتعملي إيه في رمضان عشان تحافظي على وزنك؟ أنت ما شاء الله زي الفل. لا بس زدت 2 كيلو من اول رمضان. هو اول كام يوم في رمضان كده بنتبسط بقى بالعزومات واللمه والحلويات وكده، بس بعد كده برجع اظبط تاني بقى، انزل الجيم. يعني ممكن اقضي في الجيم نص ساعه مثلا كل يوم، ده كافي بالنسبه لي ان انا ارجع مره تانيه. بتعملي كده قبل الفطار ولا بعد؟ قبل الفطار. بعد الفطار ما ينفعش اتحرك، لكن قبل الفطار بعمل كده على طول. وبعدين يعني بعد 5-6 ايام من رمضان. والحرق احلى كمان قبل الفطار ايا كان، بس انا يومي قبل الفطار بيبقى منظم اكتر وبعرف ارتبه اكتر، لكن بعد الفطار بيبقى خلاص ببقى محتاجه ارتاح شويه. ببقى محتاجه ارتاح.